السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم احبتي من جديد، ما زلنا مع قناه تفسير الاحلام، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه ايها الاخوه الكرام. النهارده هنتكلم عن رؤيه القيء للرجل وللمراه بشتى أي أصنفهم وانواعهم. اولا يا جماعه احيانا القيء يدل على الفرج. يعني خلونا نبدا بالرؤى المحموده في القيء. فالقي حينما يرى الإنسان يتقي أعزكم الله هذه الرؤية تبشر هذا الإنسان بالفرج وتبشره بالتخلص من المشاكل المخيفة أو المزعجة اللي هي موجودة في حياته رؤية القيء ولكن القيء كان دما هذه الرؤية تدل على الحصول على أموال هناك منفعة قادمة وهذه المنفعة بين قوسين منفعة مادية رؤية القيء للرجل هذه الرؤية تدل على وجود أشخاص سيئة في حياته فهذه الرؤية ينبغي أن ينتبه إليها الرجل كل اللي فات على أساس أن الإنسان هو اللي بيتقيأ لكن حينما ترى طفل يتقيأ على ملابسه مثلا هذه الرؤية محمودة تدل على الرزق وتدل على التخلص من الهموم والأحزان ومن المشاكل إن شاء الله تبارك وتعالى رؤيه القيء للمراه الحامل رؤيه محموده هذه الرؤيه تبشرها بانجاب طفل معافى من الامراض ان شاء الله وتدل احيانا هذه الرؤيه للمراه الحامل وداء الشق السيء في هذه الرؤيه احيانا هذه المراه اللي هي حامل احيانا تعاني من ظلم واقع عليها ومع شديد الاسف القيء الاسود ذنوب ومعاصي القئ الأسود للمرأة الحامل مكروه وشر خاص بقضية الحمل والولادة ومع شديد الأسف رؤية القيء وجدلا كان لونه أخضر هذه الرؤية تدل على أن الرأي سوف يمر بمرحلة سيئة للغاية رؤية الإنسان وهو يتقي على ثيابه هذه الرؤية تدل أيضا على أنه مرتكب لذنوب ومعاصي وأحيانا تدل هذه الرؤيه على بعض الهموم والاحزان والمشاكل ومع شديد الاسف انتظرونا في اللقاءات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته